ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ مع كوتش بينكي وده بريميوم جيم. النهارده هنتكلم معاكم عن موضوع انشف امتى واضخم امتى. تعال نبتدي بالتضخيم. طب التضخيم عندك بيتقسم لنوعين. الاول عندك الكلين بالكينج، انت تضخم بتدخل اكلك بتزيد في الوزن بس باكل نظيف اللي هو الاكل الصحي الهيلثي. طيب النوع الثاني الديرتي بالكينج. طب ايه هو الديرتي بالكينج؟ ان انا بدخل اي حاجه قدامي، انا باكل اي حاجه قدامي، وده النوع الغير صحي لان انت ممكن تدخل جونك فود اللي هي الوجبات السريعه. طيب انا ازاي بعمل كلين بالكينج او انا ازاي بضخم اصلا؟ زي ما قلنا قبل كده ان احنا عندنا حاجه اسمها السعرات الحراريه. طيب فانت بتزود عن ال 2000 دول، يا اما بتزود من 500 ل 1000 كالوري، انت كده بتبتدي تزيد، وطبعا باكل صحي اللي هو الاكل الهيلثي. انا احسن وقت ان انا اضخم فيه او انا اضخم امتى؟ لما يكون نسبه الدهون عندي من 13 ل 15%. طيب هاجي للتنشيف، طب انا بنشف ازاي؟ نفس الفكره، انا معدل حرقي في اليوم 2000 مثلا، طيب انا عايز اعمل عجز، فبقوم جاي منقص من السعرات الحراريه برضو من 500 ل 1000. طيب انا امتى انشف؟ لما تكون نسبه الدهون اقل من 15%. فانا بظهر التفاصيل بتاعه جسمي والديفينيشن اللي فيه كويس قوي. مع كوتش بيكي وده بريميوم جيم.